أهلا وسهلا مشاهدينا، من هو المهدي المنتظر الموهوم الذي ظهر مع بداية القرن الجديد واعتلى منبر المسجد الحرام؟ ما هي أفكاره وأيديولوجياته؟ اليوم ولأول مرة عبر شاشة MBC نكشف لكم دوافع هذه الفئة الضالة والعديد من القصص التي عاصرها ضيفنا محمد بن عبد الله الدباش القحطاني مع المدعو بالمهدي المنتظر وأتباعه. حياك الله، سعيدين جدا بلقائك. حياكم الله. بداية حدثنا عن نوع العلاقة التي كانت تربطك بمن ادعى بأنه المهدي المنتظر محمد بن عبد الله القحطاني. إنه بالنسبة للعلاقة، فكل من يذهب من الوادين إلى الرياض يتعرف على من كان هناك، كان الناس منهم لحمة، فكل ما من ذهب إلى الرياض يعرف أنهم من أهل الوادين يتعرف عليهم بمجرد انتسابهم للوادين لا أقل ولا أكثر. بالنسبة لمحمد اللي هو أنا علاقتي في سعيد، لأن سعيد في سني تقريبا، والعلاقة بسيطة مجرد شهرين أني كنت في الرياض، وكنا من الناس اللي يتأثرون ونحضر المسجد. سعيد كان موجود ومحمد كان أصغر منه. كيف تعرف جهيمان على المهدي؟ حسب ما جاءنا من أخبار بأنها تزوج أخت محمد، فصار بينهم علاقة نسب، ومع علاقة النسب بدأت الأمور حتى وصلوا إلى موضوع الفتن وموضوع الرؤى وموضوع المهدية. يعني جهيمان نسيب محمد؟ نعم، أخت محمد عنده. بالنسبة لمحمد بن عبد الله، الناس تبغى تعرف تعليمه، ثقافته الدينية، لو تحدثنا أكثر عن هذا الشيء. هو بالنسبة لمحمد أعتقد ذيك الأيام عام 93 من 25 إلى 26، وهو ذيك الأيام يعني يدرس في الثانوية، لكن عنده يعني قبول وشكله نظير، شكل نظير. أما أخوه سعيد فكان يدرس معنا في كل الشريعة، وكانوا مقبلين إقبال شديد يعني طول الوقت في المسجد ومع الناس، ولهم لقاءاتهم وكلها قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يعني يستعطفون الناس بالدين؟ لا شك لا شك، وبالنسبة للدين هو اللي يثر في الناس. كيف استطاعوا إغراء عدد كبير وشريحة كبيرة من الشباب وضمهم أيضا؟ والله بالنسبة هم الآن يجون ويلفون على القرى، يعني يلفون على القرى، ومن يحضر عندهم يسجلون اسمه. نعم، فيسجلون اسمه بحجة أنهم يريدون يذهبون في الدعوة. أنا ذيك الأيام والدي رحمة الله عليه حي، قد تسألني تقول لماذا تنظمت لهم، فكان والدي الله يرحمه يقول يا ولدي هذا لك الذابين، تصدق أن أبو يقوله رحمة الله؟ قلت له يا أبا، قال أكره المطوع اللي بكي قدامي، لو كان صادقا لذكر ربه وخالي ثم بكى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفع المهدي أو شقيقة بما أنه يعني متعلم ودارس لاعتناق مثلا هذه الأفكار؟ هو بالنسبة لهم الآن لما يعني وجدوا شريحة كبيرة جدا استطاعوا يصلوا يمكن كل مناطق المملكة، وجدوا شريحة، اتخذوا باب هذا الباب من حيث أنهم يصلوا للسلطة. الأمر كله خطير، الوضع كله كيف يستولون على السلطة وكيف يعني يحاولون أنهم يجعلون هناك ولاية ويبايعونه. فادعوا هذا الأمر من أجل الوصول إلى السلطة، وكان لها ترتيبات معينة في وقتها، لكنهم لا يطلعون على كل إنسان أبدا، مستحيل. لهم أتباعهم ولهم خططهم ولهم يعني أمورهم اللي مشوا فيها حتى وقعوا في موقع. كان وجود محمد شقيقة هنا في المنطقة نوعا ما ساهم في أنه يأخذون أو يضمون ويستعطفون عدد كبير وشريحة كبيرة من ما أعتقد، لأنهم لهم مناديب هنا، ما يمكن حتى ما جو، هم جهودهم وشغلهم في الرياض، والرياض كبير، بينما عندنا هنا فيه غيرهم اللي قام بالأمور. المناديب اللي كانوا يجونكم هنا وكانوا، كيف كان الأسلوب اللي يعتمدون عليه وإيديولوجيتهم في بالنسبة للمناديب؟ هم في كل مكان، أولا فهم بالنسبة لبعض المناديب اللي أعرفهم كانوا في وظائف مرموقة، منهم شخص كان في إمارة منطقة عسير وكانوا في وظيفة مرموقة، ترك الوظيفة من باب بأن وظائف الدولة حرام. ترك الوظائف بحجة أن الوظائف حرام؟ نعم حرام، وإن دخلها حرام، شوف إلى فين وصل بهم الضلال. ثم بعد ذلك يعني فرغوا أنفسهم لما يدعون أنه الدعوة وأنها الجهاد في سبيل الله وإلى آخره. طيب، هل تتذكر بعض القصص عن هذه الجماعة، عن المهدي وشقيقة، حتى لو تستذكر بعض القصص والمواقف؟ أنا لا أنسى موقف حصل
في جامع قريتنا في يوم آخر جمعة من عام 1399. حضرنا الجماعة وكان عندنا ناس يعني من خارج المنطقة لا أعرفهم، لكن أعرف الشخص اللي قام وخطب وألقى الخطبة، خطبة ركيكة. كان ينصب، هو مندوب لهم، هو مندوب لهم ما في كلام، فكان ينصب الفاعل ويجر المفعول به، وكان خطبة ركيكة، وبدأ يتكلم بانفعال حتى وصل إلى التلفزيون، فقال ما في بيت فيه تلفزيون إلا وفيه الزنا. قام منصور بن سعيد أبو سبعة رحمة الله عليه بكل يعني قوة قال لما تيه، يقول نسمح لك فيما قلت لكن هذا الكلام ما فينا هذا الكلام. ثم بعد تكلم علي بن زاهرة شيبة كبير، قال إن كان قد شفت في بيوتنا شيء يتكلم. قام شيبة ثالث رحمة الله عليه اسمه سعد بن صقر، قال يا ناس قولوا لا إله إلا الله، أنتم في جمعة اتقوا الله اتقوا الله، سكتوا. قام في الخطوة الثانية يتكلم، قال والله ما عندي في أحد، لا الملك ولا الأمير ولا الكبير ولا الصغير، ولا ما عندي إلا في الله، أنا أقول الحق. ثم بعد الخطبة قام شاب كان منهم ثم قال أخونا في الله جزاه الله خير، لا يقصدكم، أنتم شرفاء وبيوتكم طاهرة، لكن يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العين تزني وزنها النظر وإلى آخره. فلطف الأمور شوية ثم ذهبوا من عندنا ذلك اليوم بعد أن تغدوا عند شخص من جماعتنا، وبعدها بفترة ذهبوا إلى الحرم. أما بالنسبة يعني الأشياء اللي يلفت الانتباه أن هناك علم عند بعضهم بأنه دخل علي أحدهم من الأسرة نفسها أسرة المهدي، فدخل علي وكنت أنا يعني أهوى التلفزيون، كنت أشغل التلفزيون، قال طف هذا الخبيث. قلت له يا أخي، قال يا أخي ما تطفيه، تخ ما في شيء نشاهد هذا. قال إن شاء الله يجي خبر يمنعنا منه. هذا الكلام قبلها بشهر يمكن، قال لي إن عندهم خبر عن الأمور كله ترتيبها. ما ضرب بالي أي شيء، وش الخبر؟ هل الدولة تلغي التلفزيون؟ ما ندري، هل يلغون يعني شيء يعملون شيء؟ ما ضرب بالي عند هذه الأشياء. لا أحد يفكر أن فيه واحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذهب إلى الحرب ويعمل معه، مستحيل. ما في أحد حاول مثلا أن يبلغ أو حاول أن ينكر على هذه الفئة أو هذه الجماعة؟ يا أخي الأمير خالد قال كلمة لا أنساها، يقول مصدر قوتنا هو مصدر ضعفنا، هؤلاء يدعون الدين، كيف تبلغ في واحد يتكلم يقول قال الله قال رسوله؟ ما كنا نتوقع إنهم يأتون يجعلونها في مكة ويقفلون الحرم يقتلون فيه. ما أحد يشهد يعلم ويشهد أن لا إله الله محمد رسول الله ويتوقع أن فيه واحد يذهب إلى هذاك المكان. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ومن يريد فيه بإلحاد بظلم يذوقه من عذاب أليم، فما بالك من يقع في القتل ويسكر باب الحرم ويمنع الصلاة 17 يوم، هذه مصيبة. عندما وصل نبأ دخول الحرم من جهيمان وأتباعه والمهدي، ويعني وخاصة أنكم تعرفون المهدي وشقيقة سعيد، كيف كانت ردة فعلكم هنا في المنطقة؟ والله الحقيقة أنا ذاك اليوم صرحت عملي، أنا كنت في رئيس قسم الأرض بلدية الخميس، وعندما كنت على مكتبي أتى إلى الشيبة كبير رحمة الله عليه اسمه سعيد مرخاء الأمن عمل، فهمس في أذني قال سمعت الأخبار؟ قلت وش فيه؟ قال بنتي اتصلت علي، كان ذيك الأيام ما في تلفونات يعني أرضية، اتصلت علي وتقول منارات الحرم تضربها المدافع. قلت لا إله إلا الله، قال نعم. قلت فمن اللي سوى؟ قال إسرائيل. والله العظيم أني قلت كذا وأنا شاب عمري 30 سنة وجب الجهاد. كنت تظنون أن إسرائيل هي كنا نظنها إسرائيل هاجمت هذا المكان، ولا نعلم إلا ثاني يوم يجيني ناس أصدقاء لي وأقهويهم قالوا تدري من اللي في الحرم؟ والله ما أعلم، قالوا تراهم المطاوعة. كنا الفئة هذه كنتم تسمونها؟ كنا نسميهم المطاوعة. قلت قولوا لا إله إلا الله، قال والله أنهم المطاوعة اللي في الحرم. فالحقيقة أنها كانت ضربة لكل مسلم، لا أحد يتوقع يشهد أن لا إله الله محمد رسول الله أن يعملون هذا العمل، ولا يقدم عليه إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن الله ينتقم منهم، لأن الحقيقة الأمر اللي يقدم عليهم مو بسيط، ولا يدعى عليهم فواجب ندعي عليهم، لأن الأمر اللي أقدم عليه يعني أمرضنا. الآن لنا 40 سنة ونتذكرها، أنا لا أنسى عندما طهر الحرم أقفلت الكعبة 17 يوم ما طاب الكعبة طائف ولا صلى في المسجد الحرام مصلي، وهم مانعين المسجد، قتلوا الناس وسكروا الأبواب وسفكوا الدماء وادعوا أمور. نسأل الله أن الله يحمينا وإياكم.
لأن هذه الأمور أمور خطيرة جدا وعكست صورة سيئة للإسلام. جميل. في الختام نشكرك ضيفنا محمد بن عبد الله الدباش القحطاني على ظهورك معنا، ولعلها من المفارقات العجيبة بأن البلدة أو المنطقة التي خرج منها من ادعوا بأنه المهدي المنتظر كان منها قائد قوات الحرس الوطني لتطهير الحرم المكي الفريق مصلح بن أحمد القحطاني رحمه الله، وهذا إن دل فهو دليل على أن التطرف ليس له مكان أو زمان أو إنسان. شكرا لك على ظهورك معنا، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.